على الرغم من الاحتجاجات الشعبية اليومية في صيدا كما في مختلف المناطق اللبنانية رفضا للغلاء وتردي الأوضاع المعيشية، يستمر تصاعد ارتفاع سعر صرف الدولار في شكل جنوني ليثقل كاهل الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود ويعرضهم للجوع والتشرد، كما ينذر في الوقت نفسه الكثير من التجار وأصحاب المصالح والمهن الحرة بإقفال مؤسساتهم وصرف عمالهم، ولا سيما تجار اللحوم والقصابين في منطقتي صيدا الزهراني بعد أن تدنت نسبة ذبح العجول والأبقار والأغنام داخل مسالخهم إلى 95% بحسب بعض القصابين الذين أعربوا عن أسفهم لغياب هيئات الرقابة والتفتيش في ظل تصاعد ارتفاع سعر صرف الدولار. سعر كيلو اللحمة بين 50 و55 و60، شيء مع يعني العالم بكيت العالم 10,000 دولار، ويقال التجار عم يقولون التجار إنه إيه والدعم عن اللحم، كيف بدنا نعيش؟ كيف العالم بدها تعيش؟ تقولوا هلا بيجيك الزبون تقيل 5,000 لحمة، تقيل 10,000 لحمة، بيجيك عالم معطلين فوق رح عندك شوية عظام حتى أغليهم وأطبخ عليهم، وبعد إمتى بنخلص من هالشغلة؟ الله يفرج علينا، ما عادش فيها العالم تتحمل. لإمتى هالحالة بدها تستمر؟ مش عارفين، لشو إني سكرنا؟ عفونا من الكهرباء، عفونا من الاشتراك، عفونا من الضرائب، الدولة عم تاخذ حقها ومش عم تعطي حق حدا. يبقى المواطن هو الضحية في ظل الغلاء على مختلف أسعار المواد الغذائية والتموينية خصوصا اللحوم وسواها، وهذا ما عبرت عنه إحدى ربات المنازل. اللي كنت تحطهم بالطبخة صرت بتحط شيء بتعمل لها مليون حساب للطبخة، ما عم بحكيك بلبس، ما عم بحكيك بكماليات نهائيا، يعني صرنا من نام من فيق نحن قادرين نطعم أولادنا ولا لا. طيب شو مطلوب من الدولة برأيك؟ الدولة في دولة دخلك ليه؟ ما بعتقد في دولة، لو في دولة ما شحد المواطن، لو في دولة ما زلوا العالم، ما نزلونا بالطرقات. لابد من الإشارة إلى أن أزمة الدولار وتداعياتها على يوميات المواطن تؤسس لمرحلة تحركات شعبية جديدة رافضة قد تكون الأعنف والأقوى من انتفاضة 17 تشرين.